2015 كنت بعمل فيديوهات اسمها على ابلكيشن اسمها داب سماش. دي كانت بدايتي يعني، كنت ببعت الفيديوهات دي على صفحه اسمها داب سماش ايجيبت، ونزلوا الفيديوهات دي الفتره دي والناس عجبتها الفيديوهات، وقطعت الفتره دي عشان خاطر اتخرج من الجامعه. كنت بفكر في التمثيل وان انا اخد ورش واتدرب وكده، ومراتي كان مشروع التخرج بتاعها كانت لازم تعمل فيلم قصير وشاركت فيه، هي قالت لي تعالى جرب وكده، وخد امتياز الحمد لله. وبعد كده الدكاتره والمعيدين قالوا لها شجعيه يجي مني بس، فبعد شجعني وسبت الهندسه يعني، استاذنت والدي ان انا اسيب الشغل يعني واركز في التمثيل والورش واتدرب وكده يعني، واللي فيه خير ربنا يقدمه. وخدت ورشه مع اياد داوود شركه احمد تمام واستاذه مروه جبريل بعد كده، والفلوس بقى قصرت، فسافرت امريكا 2019 اشتغل عشان اعرف اصرف على الورش بدل ما اروح اطلب من بابايا يعني فلوس وكده. ورجعت اخدت ليفل 2 مع استاذه مروه جبريل، وخلال الفتره دي جه موضوع الكورونا وكده يعني، فقعدنا في البيت والورش وقفت خالص، فمراتي واختي شجعوني ان انا ارجع اعمل فيديوهات تاني تيك توك بقى، ورجعت عملت فيديوهات، عملت فيديوهين مع مراتي الاول ونزلتهم على الابلكيشن. الناس فرحت جدا يعني، كان في ردود افعال كويسه، وعيلتي كلها بابايا ومامتي وكلهم شجعوني، وشريك بابايا وعيلته وكلهم شجعوني ان انا ارجع اعمل فيديوهات تاني بس. وبدات بقى عملت فيديو لاحمد الفيشاوي، استاذ احمد حلمي، استاذ عادل امام، استاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه، استاذ الدكتور مبروك عطيه. ايه وجبتيه بضمان ايه يا هانم؟ هانم ما انا مدرسه يا اختي، عليها القطه يا اختي، عليها صلى الله على محمد. فعشان انت مدرسه تجيب قروض يا بنت؟ ما ده المرتب ضعيف. طب ما هيحبسوك يا هانم. اصلا بحب الشيخ مبروك عطيه جدا يعني، انا عامله حبا فيه، وطريقه القائه للكلام وعشان ينشر علمه، انا بحب اسلوبه في الحوار جدا، وانا طالع مش هتريق عليه خالص، بالعكس انا طالع اقلده مش اكتر، وانا عامل الفيديو دي بجد والله، ربنا يشهد على كلامي ان انا عامل حبا فيه بجد يعني. فعملت اول فيديو ليه ونزلته على التيك توك، الناس اتفاعلت جدا وقالوا لي يعني كمل اعمل كذا فيديو للدكتور مبروك عطيه. فقلت اعمل صفحه على فيسبوك ونزلت الفيديوهات كلها اللي عملتها، وكان منهم الفيديو بتاع دكتور مبروك عطيه، وبرده الناس على فيسبوك شجعوني ان انا اكمل الفيديوهات بتاع دكتور مبروك عطيه. بس نزلت كذا فيديو ووصلوا لخمس فيديوهات بالظبط، وناس اتفاعلت اكتر، ونمت صحيت لقيت الفيديوز كلها انتشرت على فيسبوك بطريقه، واصحابي كلهم كلموني تاني يوم الحق ده الفيديوهات انتشرت وبتاع، وبص وفي كذا حد مشهر الفيديوهات بتاعتك على فيسبوك بس. ومن هنا بقى الفيديوهات انتشرت، وبسطت جدا طبعا اللي الناس شجعتني على ده. المتضرر هو اللي يمشي، الراجل لا سندوتش ولا فريك محب الشريك، الراجل له اربعه ماشي، والراجل ملوش ولي ماشي، ولا مراته لها دعوه بجوازته الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. حضرتك اسمعني، ضنايا اسمعيني يا اختي. كلموني في برنامج الستات ما بيعرفوش يكذبوا مع استاذه سهير جوده واستاذه مفيده شيحه، ورحت وبجد مش عارف اشكرهم ازاي، اشكر البرنامج والاعداد، عملوا لي مفاجاه وكلموني دكتور مدحت العدل على الهوا، وكان هو مبسوط جدا من الفيديوهات والاداء يعني وكده. وكنت انا قابلته قبل كده في شركه انتاج برضو، وحصل ان انا سلمت عليه وشاف فيديوهات التمثيل بتاعتي من مشاريع التخرج، وكان هو عجباه جدا، ولما كلموه بقى هو افتكرني، وانبسطت جدا بجد بمكالمته دي، حاجه كبيره جدا جدا ان الدكتور مدحت العدلي يعني يخش ويكلمني على الهوا كده، ونقله بالنسبه لي، نقله كبيره، وانا يا رب اكون قد المسؤوليه دي ان انا اكون عند حسن ظنه وحسن ظن الناس كلها. هو قال في البرنامج ان شاء الله هشارك معاه في الاعمال الجايه، ان شاء الله تكون حاجه مناسبه ليا،
وهو وعد بكده، وانا يعني اتمنى ان شاء الله انا اكون عند حسن ظنه باذن الرحمن ان شاء الله. رفضت شيرين رضا الجواز من احمد فيشاوي. علشان هي ما بتحبنيش. وانت بتحبها؟ انا احبها وموسيها. بس احنا برضو يعني هي ما بتحبنيش مش عايزه تتجوزني. الناس كانوا واخدين فكره مش كويسه عن التيك توك، تمام؟ و يعني الحمد لله الفيديوهات اللي كنت بنزلها الناس كانت مبسوطه منها جدا، وكانوا بيقولوا في التعليقات ان احنا بنتفرج على التيك توك بسببك، وان التيك توك فعلا فيه مواهب كويسه، وفعلا بجد مش ببالغ في مواهب احسن مني مليون مره على تيك توك، والناس لازم تشوفها. والتيك توك بجد فيه مواهب كويسه جدا، وعندهم كونتنت بيقدموه كويس، اذا كان واحد بيرسم، اذا كان واحد بيكتب شعر، اذا كان ناس بتمثل، في ناس كتير بجد على 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 البلاتفورم بتاع التيك توك ناس كويسه جدا وموهوبين بجد، واتمنى ان هم ربنا يوفقهم يا رب كده ان شاء الله. بس برضه يا برنس ما كانش صح تروح تخرج مع البنت اللي اخوك كان رايح يخرج معاها، عيب عيب، حركه ايه مش حلوه. ما تلم نفسك يا ابني، ما قلنا خلاص ما كنتش هعرف. ده شقك شقك، حد يعمل كده في شقه؟ تخرج مع البنت بتاعته خير. ما انا قلت خلاص ما كنتش هعرف، وبعدين ما راحت نقع في الشمس اهو البنت ما جاتش. لا يا برنس ما تظلمهاش، هي اكيد جت بس تلاقيها ما عرفتش تركن على الكوبري.